أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. كما عودناكم دائما نختار لكم الأفضل والأكثر تميزا من زاوية حلقتي لمجال المطاعم. لهذا اليوم نستضيف رجل أعمال من دولة الكويت، وطبعا اللي نقل كل طبعا أثرات الكويتي خصيصا في مجال المطبخ. فطبعا يسعدني ويشرفني أن أستضيف رجل أعمال غسان المضاحكة. بداية مساء الخير. حياك الله أختي، مساء النور. لو نبتعد عن الألقاب ونعرف سادة المشاهدين أكثر، من هو غسان المضاحكة؟ مواطن كويتي يحب الطبخ وتعلم الطبخ في الغربة، وحب يستثمر هذا الشيء في حياته العملية ما بعد التقاعد. يعني انطلاقة من الكويت. من الكويت، نعم. لو نتكلم عن انطلاقتك. والله في الكويت بعد التقاعد يعني فكرت ان شنو اسوي، يعني تقاعد طبي بعد عملية في الديسك وكذا. كنت صغير يعني ما بعدي وعندي عطاء، بس كوني اشتغل في قطاع البترول قطاع النفط، فما يبي اي انجر اي اصابة، فطلعوني تقاعد. المهم فاستثمرت بالشيء اللي انا اعرفه، يعني ما رحت حق شيء انا ما اعرفه، لا اعتمدت على نفسي بالشيء اللي اعرفه اللي هو الطبخ. وعملت لي مطبخ صغير، أجرت مكان في الكويت وقمت أطبخ وأبيع طلبات، واشتهرت في القوازي، أني أسوي القوز الكامل والسمك وطبخات السمك، يعني معنى نسوي كل شيء، بس كان أكثر الطلبات على هالاثنين. وبعدين تم اختياري من شخص انه بيسوي بزنس هنا، واختارني انه اكون شريك وياه في دبي، وجيت هنا وسوينا بزنس في دبي واختلفنا وطلعت، والحين سويت في عجمان مطعم ان شاء الله مع شريك كويتي بعد في الكويت. يعني نتكلم أكثر عن أسرار الطبخ الكويتي. والله الطبخ الكويتي في أول شيء في اعتدال في البهارات، يعني لا هو يعني يستخدم البهارات بكمية كبيرة ولا بكمية قليلة. كون الكويتيين هم اللي جابوا البهارات من البداية، من قبل أيام الغوص والسفر هم اللي كانوا يروحون الهند ويروحون أفريقيا
فعملوا خلطتهم الخاصة، كانوا يروحون يطبخون وشافوا الطبخ الهندي والطبخ الأفريقي والبهارات الهندية والأفراد الأفريقية، وعملوا خلطتهم بجانب الخلطات الهندية وتميز الطبخ الكويتي. وكون الكويت كانت من البداية يعني مرفع رئيسي، كان المرفع الرئيسي في الخليج، فكان كل الدول تتعامل وياهم، سواء كان القادمين من نجد يجون للتجارة أو القادمين من الحسا أو الكويتيين اللي يروحون في سواحل الإمارات هذه وسواحل عمان، فصار عندهم انتشار ولو كان في ذاك الوقت انتشار بسيط، بس الحين مع التقدم والتطور الناس يعني من الإمارات ومن السعودية ومن قطر يسافرون، من البحرين يسافرون الكويت عشان يتغدون ويتعشون ويرجعون في نفس اليوم. طبعا شو هي اشهر الاكلات اللي اشتهرتوا بيها داخل المطعم او اللي تعتمدوها اكثر واللي عليها اقبال اكثر؟ والعموما يعني كل الاكل الكويتي مميز، يعني مثل ما قلت ايش التجانس اللي فيه في البهارات هذه يميزه، بس يعني كل الوجبات حلوه، بس عندنا المموش، هذا المموش يعني بالنسبة حق المصريين مثل الكشري، الموش تاكله غدا عشاء ريوق، ترى تقوم من النوم ما حصلت تاكل الموش، الفير تاكل اي وقت، هذه الوجبة اللي تاكلها حارة تاكلها باردة تاكلها دافية. وثانيا تقدر تسوي تضيف فيها اي وايد اشياء، تضيف معاها ربيان، تضيف معاها لحم، تضيف معاها خضار، هذه الوجبة تستقبل كل أنواع الأشياء اللي تخليك تحبها زيادة. جميل. طبعا نتكلم عن إشرافك على العمل، إشرافك على المطعم، فكيف بتم؟ أنا أنزل أطبخ يعني من فترة لفترة، أنا التيم اللي عندي جايبة معي من الكويت، مدربة في الكويت، وأقعد عودت نفسي اني ما اكل طول اليوم الى المغرب، المغرب يحطوا لي سامبل من كل الاشياء اللي طبخوها، اذا في اشياء يعني مثل اليوم مختربه او شيء او تحصل، يعني احنا بشر ونخطي، فالشيء اذا شفته يوم يومين مو على الليفل اللي انا ابي ادخل بالمطبخ ادش واقيم، انا اسوي بايدي وحط الشيف يمي واقول له هذه الطريقه مالتي اللي انا فتحت عليها المطعم ابي هذا الليفل. يعني الحين ليش ان اللي عندي الكرو اللي عندي ما شاء الله اوفر كواليفايد، يعني فما اتدخل مو مثل قبل كنت ادخل يوميا، الحين لا الحمد لله ممكن مره بالاسبوع مره بالاسبوعين، بس الحمد لله شغلنا ماشي شغلنا مضبوط، واهم شيء انه نرضي الزبون، هذا اهم شيء انه يكون راضي، نقدم له شيء يكون هو راضي عنه. رجل اعمال غسان المضحكه، سر نجاحك على الصعيد الشخصي والصعيد المهني؟ سر النجاح اولا ان انا ما افرق، كوني في المطعم هني ما افرق، عندي اكل مطعم واكل بيتي، نفس الماتيريال نفس المواد اللي أنا أستخدمها في البيت نفس اللي أستخدمها في المطعم،
ما عندي فرق انه والله عشان إن هذا مطعم وابي الربح، انا مو هم الربح، همي انا سعادتي انه لما يدخل الزبون ويطلع راضي، هذا اهم شيء عندي، انا اكون سعيد، اكون انا ربحان، ليش انه راح يجيني مره ثانيه وليش انه هو راضي، وما رضى الا لان انا اقدم شيء مميز. هذه يعني فلسفتي، ان انا ما افرق سواء في البزنس، ان ما احط شيء للشغل وشيء للبيت، لا طبعا شغل تم واحد. تم افتتاح فريج سعود للمأكولات الكويتية، لو نتكلم عن رؤية المستقبلية لحضرتك. والله رؤيتنا المستقبلية يعني ان شاء الله نغطي اول شيء دولة الامارات من 12 الى 15 فرع ان شاء الله داخل الامارات، ومن خلال هذا نكون منطلقين داخل الخليج إلى دول الخليج ولا الدول العربية وأوروبا إن شاء الله. أي مشروع من العالم إذا بينجح محتاج إلى أمن وأمان. أفريقيا قارة، جنوب القارة الأفريقية فيها كل الموارد بس ما فيها مشاريع، ليش؟ لا يوجد أمان. هذا البلد حكامها سخروا نفسهم لحماية مواطنهم وحماية المقيمين في هذا البلد، وحطوا بذرة أساس إن شاء الله حتى الأجيال القادمة، إن الأمن شيء أساسي في هذا البلد، لكل مستثمر إنه يجي من أي مكان في العالم راح يلقى إنه هو في بيئة آمنة لينطلق في أي بزنس هو يسويه يكون مرتاح. رسالة شكر أو بطاقة خاصة للقائمين على دولتي الكويت والإمارات على طبعا الاتحاد طبعا والأخوة اللي بينهم، فشو ممكن تقول؟ أقول الله يطول أعمارهم حكامنا دول وتاج راسنا، ومهما ما يعني مهما نسوي ما نطلع من نزاهم، كفاية نعمة الأمن اللي احنا فيها والحرية اللي عندنا، عرفت شلون؟ ما صارت إلا من نظرتهم ورؤيتهم وإيمانهم باللي هم قاعد يسوونه، وهذا انعكس علينا على أفراد الخليج، وإن شاء الله يعني احنا مرتاحين، هذا أهم شيء إن المواطن يكون مرتاح. في الأخير رسالة شكر لشخص أو أشخاص كانوا داعمين، رجل أعمال غسان المضاحكة في مسيرته، من يستحق الشكر؟ أول شيء أمي الله يطول عمرها، أمي طباخة ماهرة، أنا تعلمت من يوم أنا صغير، تعلمت يعني أشوفها وش تسوي، وانا هايبر اكتيف يعني مو الانسان اللي من وانا صغير حرج اطالع تسوي في كل شيء، كل ما تحط ايدها في شيء انا لها فضل كبير علي، واهلي واصدقائي اللي امنوا فيني واللي حطوا ايدهم بايدي عشان نسوي هذا المشروع. احنا بدورنا نشكرك على هذا اللقاء المتميز، ونتمنى نشوفك تغطي كل دول الخليج والعالم ان شاء الله. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بكفاءات جديده، دمتم في امان الله.